قديش معدل الوقت اللي تقضيه الزرافة في النوم يوميا؟ 9 دقائق، 90 دقيقة، 9 سوايع. الزرافة هي الحيوان الوحيد الذي لا ينام. 4 احتمالات ولك الاختيار، عندك 30 ثانية يتجاوبني سي مراد ولا تختار جوكر من البلاتو. نختار الجوكر، نختار حنان. لا سي المنصف متكي، راه ما نعرفش كاين حاجه. خليه متكي يا ودي متكي. نجم تعاونوا، اختار انت، تختار جوكرك حنان ولا الحاج؟ قال الحاج، خلي غير الحاج. اعطيني الحاج، اعطيني الحاج. الحاج الله يسلمك يا مراد يا غالي. الشيل عاد متفرد غاديك، الشيل وكلو لحم اصفر يا بابا والدنيا والقزام. اختارك جوكير ان شاء الله ما تندموش. الزرافه ترقد 9 دقائق، 90 دقيقه، 9 سوايع، والا حيوان لا ينام ابدا. ولدي انا حسبته لها يا مراد. انت عندك خبرة في النوم، عندي خبرة في النوم. قال ما هي طويلة برشا، يظهر لي ما ترقدش، يظهر لي كيف ترقد هي، هي بعد ما عندها الصوت. الحاج يقول لك ما عندها الصوت وما ترقدش، ما نعرفش شنو الرابطة اللي ربطها، مي هو لقاها هكا في مخه ربطة بالتل. انت هل توافق جواب الحاج ولا ما عادش عندي وقت يا مراد؟ قل لي تيفاليد. الزرافة هي الحيوان الوحيد الذي لا ينام. انا الحاجه اللي نحب نقولها لكم هنا في الرف، ما راه الجوكر اللي عندي كل مذرحين، كل ما واحد يجبد جوك يدخلوا في حيط. الجواب غلط، الزرافه تنام وتنام 9 دقائق يوميا، تقسمهم على 3 مرات، ترقد 3 دقائق وتقوم. لا قالك يصبر خويا، 3 دقائق وتقوم. هذا حيوان الزرافة. 9 دقائق قلنا. والحاج انت تو تسببت في خسارة سي مراد 500 دينار. عندك حل، يا تعطيه 500 دينار يا تخليه يحكي لنا نكتة ونشوفوا إذا حكى. سي مراد ما بيناتنا وبكل صراحة مزمر، أنت مزمر عليك. ولا مزمر يا حاج. شنو السؤال؟ بردنا شنو هالسؤال يا حاج؟ يحكي لنا نكتة. يحكي لنا نكتة. هاي سي مراد تعرف قانون اللعبة، احنا نحبوا نربحوا، شايلة تحب تربح كل يوم، تحكي لنا نكتة. ماذا بينا احنا ديما نقيسوا بهم المساطة، راهو نكت جعفر من أمسط ما فما. كان نجيب نكتة أمسط من نكتة جعفر تاخذ 500 دينار. يا لف قول لي بقى. واحد هاي نكتة، فما واحد يشرب قهوة يا أخي وحلوله الكريس. حلو حلو حلو. ألف مبروك ليك يا مراد. تحكم بغاب قيمة 500 دينار من إهداء شيلفي باور غازوال 50. ستبقى واحدة من النكت الخالدة اللي تحكت لنا في رمضان. واحد شرب قهوة يا أخي شرق بالكريسي. والله حلوة سبحان الله. ما أمستك تفل وائل البيت في نكت وائل، عرفت ما دوم نكت.